ترأس البابا فرانسيس قداسا كبيرا في إدمونتون في غرب كندا غداة الاعتذار الذي قدمه للشعوب الأصلية، وتوافد نحو 50,000 شخص بحسب السلطات المحلية إلى ملعب الكومنولث لحضور القداس، وكان ضمن الحشود عدد كبير من السكان الأصليين الكنديين، وقد ارتدى بعضهم ملابس تقليدية. وقدم البابا فرانسيس اعتذارات تاريخية للشعوب الأصلية في كندا عن تعامل الكنيسة الكاثوليكية طيلة عقود مع الطلاب الذين كانوا في المدارس الداخلية التي تديرها. I'm glad. It's history. It's a history that I got to see the apology. And I'm happy. وسجل نحو 150,000 طفل من أبناء الشعوب الأصلية قصراً في هذه المدارس، حيث فصلوا عن أسرهم ولغتهم وثقافتهم، وغالباً ما تعرضوا للعنف الجسدي والنفسي والجنسي. ولقي 6,000 منهم حتفهم بين نهاية القرن 19 وتسعينات القرن 20. واعتذرت الحكومة الكندية بشكل رسمي قبل 14 عاماً عن إنشاء هذه المدارس، ودفعت مليارات الدولارات كتعويضات لتلاميذ سابقين.